السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن ينطبق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح ويشرح صدورنا للهدى، وأن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وإياكم للقول السديد والعمل الصالح إن شاء الله. أشكر بداية اللجنة المنظمة لهذا المسجد أو المشرفة على المسجد على الاستضافة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدعوة في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات الإخوة الذين تجشموا وقتهم وحضروا لهذه الكلمة أو هذه الموعظة التي ألقيها بين أيديكم. ويعني لست شيخا ولست يعني ما أنا إلا طويل بعلم، يعني أحدثكم بما تعلمته من مشايخنا ومن علمائنا، وما مثلي ومثلكم إلا كمثل الهدهد إذ قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فتقبلوا مني هذه الكلمات إن شاء الله وهذه الموعظة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم إن شاء الله. الكلمة التي أود أن أتحدث فيها متعلقة بحياة الإنسان، أو متعلقة بالجنس البشري بصفة عامة، وهي تحت عنوان كلمات وخواطر حول سورة العصر. يقول الباري جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ذات الآيات قليلة تحمل من المعاني العظام ما يجعلها منهج حياة. هل تدركون أن هذه السورة هي منهج حياة، تعطيك المنهاج الذي يسير عليه المسلم في طريق سيره إلى الله عز وجل؟ وأنا إذ أتحدث عن هذه السورة لا يفوتني أن أتذكر كلمات أحد العلماء الكبار، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، في كتابه المعروف الأصول الثلاثة. قال رحمة الله عليه في هذه الرسالة والتي يحفظها طلبة العلم والدعاة، ويعني لا بد أن أذكر لكم أن هذه الرسالة هي رسالة عظيمة جدا، تلخص الإسلام وتلخص الدين وتعطيك تصورا سهلا، تصورا شاملا، تصورا جامعا مانعا عن الدين الإسلامي الحنيف. الأصول الثلاثة تكلم فيها عن الأصل الأول
وهو معرفة الباري جل وعلا، معرفة الرب، وتكلم فيها كذلك عن الأصل الثاني وهو معرفة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وتكلم كذلك عن الأصل الثالث وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. لكن قبل أن يتحدث رحمة الله عليه عن هذه الأصول الثلاث، أورد مقدمة جميلة يقول فيها، وهو يخاطب المسلمين، وهو يخاطب طلبة العلم، وهو يخاطب القارئ كيفما كان. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وعرف العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية أي المسألة الثانية العمل به. ما هي المسألة الأولى؟ العلم. الثانية أي المسألة الثانية العمل به، أي العمل بذاك العلم. الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العمل بالعلم. والرابعة الصبر على الأذى فيه. أربعة مسائل. ثم قال بعد ذلك رحمة الله عليه: والدليل، ونحن أمة الدليل، لا ينبغي لنا أن نؤصل شيئا إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كلام سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. قال رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. وهنا يستدل بالسورة التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الكلمة بإذن الله. قال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه هي الكلمات التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته الأصول الثلاثة، أوردتها لكي أعلق عليها قليلا قبل المضي قدما في شرح هذه السورة العظيمة، أعني بذلك سورة العصر. والعلاقة بين هذه السورة الكريمة الجليلة وكلام شيخ الإسلام أنه استدل بها في إيراده للمسائل الأربع. ذكرنا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر على الأذى فيه. إخوتي الكرام، لا بد لنا أن نعلم أننا في سير إلى الله عز وجل، نحن مسافرون ونحن مرتحلون إلى الباري جل وعلا، نحن في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد لنا من زاد، ولا بد لنا من استعداد، ولا بد لنا من عدة. فإذا لم يعد الإنسان لهذا السفر فلن يصل إلى الله عز وجل. نسيب أن أذكر في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال في تعليقه على سورة العصر، أورد كلاما للإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال فيه الشافعي في تعليقه على هذه السورة، أعني سورة العصر، قال رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لا كافتهم. لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفت هذه الأمة يعني كمنهاج وكخطة سير في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. علم وعمل ودعوة وصبر، وهكذا ينبغي لنا أن نتعلم الإسلام ونتعلم الدين. لا بد لنا من علم، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يعبد بجهل، فالعلم مقامه في الإسلام مقام رفيع ومقام جليل. العلم ميراث الأنبياء، العلم
هو الذي يعبد به الله سبحانه وتعالى، والحديث عنه حديث ذو شجون، كلام طويل. العلماء لما تكلموا عن العلم ألفوا المجلدات الكبيرة، وألفوا المصنفات الكثيرة، مؤلفات كثيرة جدا. والعلم لا نستطيع أن نحيط به كلاما في محاضرة أو محاضرتين، بل يعني تحتاج إلى سلسلة طويلة جدا. لكن العلم كما عرفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بكونه معرفة الله عز وجل، العلم إذا أطلق في الإسلام، إذا أطلق مصطلح العلم، فإن المراد به العلم الشرعي المرتبط بالقرآن والسنة، لا كما يفهم بعض الناس أن العلم الذي ورد مدح أهله في القرآن هو العلم الدنيوي. أبدا، كل النصوص اللي في القرآن واللي في السنة المدح الوارد عن العلم والعلماء إنما المراد به العلم الشرعي الذي عرفه شيخ الإسلام بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الممدوح، وهذا هو العلم الذي يفتخر به الإنسان ويعتز به. الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الازدياد والاستزادة من شيء من أمور الدنيا كما أمره في العلم. لم يأمره بأن يطلب الازدياد في المال مثلا أو الجاه والسلطان. قال عز وجل وقل ربي زدني علما، ولم يأمره أن يقول وقل ربي زدني مالا، وقل ربي زدني جاها، وقل ربي زدني سلطانا، بل أمره أن يطلب الاستزادة من العلم، لأن العلم كما ذكرت هو ميراث الأنبياء. وقد وردت نصوص كثيرة جدا في مدح العلم ومدح العلماء. يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبيعة الحال لا مجال للمقارنة، فالذين يعلمون مقام عند الباري جل وعلا مقام رفيع، لذلك استشهد بهم الباري جل وعلا في أعظم شهادة بعد أن استشهد نفسه وملائكته. قال عز وجل شهد الله والملائكة. قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا يكفي العلماء فخرا، ويكفي المشتغلين بالعلم فخرا، أن الله عز وجل اعتبرهم ثالث شهود على أعظم شهادة، وهي شهادة التوحيد، شهادة التوحيد الباري جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في بداية المحاضرة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعلق سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمة الله عليه على هذا الحديث ويقول فمن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه الله في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان الذي عنده القدرة على التفقه ولم يتفقه ولم يبذل وقته وماله لطلب العلم فإن هذا الرجل لم يرد الله به خيرا. إذن فمن أراد التوفيق في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وبالتعلم والتحصيل، قراءة الكتب، سؤال العلماء، وحضور مجالس العلم ومجالس الذكر، حتى تعبد الباري جل وعلا أن تعبده بعلم. فالعلم مقامه كما ذكر مقام رفيع، وقد ورد في الحديث الصحيح كما ورد عند أهل السنة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب أو يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم، وتأملوا معي هذا الحديث الجميل، حديث رائع جدا يبين فضل العلم وفضل العلماء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. تخيلوا معي أن طالب العلم أو العالم يستغفر له الحوت في المحيطات وفي البحار، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
وإن العلماء لم يورثوا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث الجميل الذي رواه أبو الدرداء يبين فضل العلم وفضل العلماء وأهمية ميراث الأنبياء والذي هو ما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ورد عند الإمام أحمد وعند الإمام الطبراني في معجمه أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلسه وكان متكئاً على برد أحمر على ثوب أحمر، كان متكي الرسول عليه الصلاة والسلام على واحد ثوب أحمر، فقال هذا الصحابي الجليل جئت لأطلب العلم، نسيت الراوي، جئت لأطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، قال له عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، وإن الملائكة لا تضح أجنحتها يعني فرحا به حتى يركب بعضهم بعضا فرحا بما يطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الملائكة تجتمع يعني وتحف هذا الإنسان فرحا بما يطلب، يحبون أن يسمعوا مجالس الذكر، وهذا يعني يكفي طالب العلم فخر، ويكفي المشتغل بالعلم والذي يحضر مجالس العلماء أو يحضر مجالس طلبة العلم أو يقرأ في الكتب أو يسمع الأشرطة يكفيه فخرا أن الملائكة تحب ما يحب. كذلك ورد يعني من الأحاديث العظام التي تبين فضل العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل لما ذكر له عالم وذكر له عابد، ذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عالم وعابد، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والسبب في ذلك أن العالم أن فضله وخيره يتعدى بمعنى يصل الجميع، يستمع منه الكبير والصغير، النساء والرجال يستفيدون منه، المجتمع كله يستفيد من العالم. أما العابد فخيره لا يتعدى إلا نفسه، لا يستفيد إلا منه وحده فقط، العابد يعني خيره لا يصل الجميع، فهو يتعبد الله في صومعته أو في مسجده إلى آخره. أما العالم فإن يعني علمه يتعدى ويصل الجميع فيفيد ويستفيد إلى آخره. وأنتم تعلمون أنه من أسباب أو كما قال أحد السلف يعني من فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. فيعني العلم يعني أو العابد إذا لم يعبد الله عز وجل بعلم يعني قد يوشك أن يقع في البدع وفي الضلالات كما حصل للنصارى، فقد عبدوا الله عز وجل بلا علم وعبدوه بلا فهم. فالحديث عن العلم كما ذكرت حديث ذو شجون وكلام فيه طويل، لكن يكفي كما قيل من القلادة ما أحاط بالعنق أنتقل مباشرة إلى ما يتعلق بالعمل. قال العلم، والمسألة الثانية العمل به. قال العلماء لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يدل على مدح العلم بلا عمل، لن تجد أبدا لا في القرآن ولا السنة مدحا لعلم بلا عمل، فلا بد أن يقترن العلم بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فالله تبارك وتعالى أنكر على الذين يقولون ما لا يفعلون، وقال عز وجل أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان إذا تعلم العلم فثمرته وزكاته وضريبته أن تعمل به، وإلا كانت فيك خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. فلا بد للإنسان أن يتعلم العلم وأن يعمل به، وإلا لن يبارك الله في هذا العلم. فالعلم كما قال أحد السلف ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم كما قال ابن مسعود العلم خشية الله عز وجل، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الله تبارك وتعالى حصر الخشية في العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية لأنهم يعرفون الله ويعلمونه، يعلمون أسماءه وصفاته إلى آخره. فالعلم لا بد له من عمل،
وقد ورد في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد ومنفق في سبيل الله وعالم بالقرآن. أول من تسعر بهم النار، أول من يحشر يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا حديث خطير جدا، وخطير صراحة، يبين خطورة الأمر. يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عمل؟ فيقول قاتلت فيك وجاهدت في سبيلك. فيقول له يعني يؤتى به فيعني يعرفه الله نعمه فيعلمها ويعرفها، ثم يقال له ماذا عملت؟ فيقول قاتلت فيك واستشهدت فيك. فيقول الله عز وجل كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء، حتى يقول الناس أنت شجاع، أنت لا تخاف. هذه فقط نيته، وهذا هدفه ومرامه وغايته، أن يمدحه الناس. لأن للقلب شهوة، شهوة تتلمس وتبحث عن ثناء الناس وشكر الناس والعياذ بالله. فقد قيل تلك الشهوة التي كنت تبحث عنها، ذاك الغرض الذي كنت تقلب عليه، قد حصلته. قد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. وأول كذلك من تسعر به من يوم القيامة، يعني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يسأله ماذا عمل؟ فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله عز وجل كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل هذا ما كنت تبحث عنه، أن يقال عنك الشيخ، أن يقال عنك الداعية، أن يقال عنك المقرئ، صوتك جميل، محاضراتك طيبة، هذه غايتك وقد حصلتها. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. وآخر منفق في سبيل الله، يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له ماذا عملت؟ فيقول ما تركت سبيلا من سبل الخير، يعني تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت فيها. فيقول الله عز وجل كذبت ولكن أنفقت ليقال كريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا فضل الجهاد وجاهدوا لكن من غير نية صالحة، علموا فضل الإنفاق وأنفقوا ولكن من غير نية صالحة. لكن الخطير في الأمر أن تتعلم العلم وتقرأ القرآن ولا تعمل به، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء لما أسري به قال عليه الصلاة والسلام أتيت ليلة أسري بي على قوم يعني تقرض شفاههم بمقاريض من نار. تخيلوا معي، الشفاه تقرض بالمقاريض من نار، فإذا وفت أو إذا قرضت وفت، يعني كتقرضوا لهم الشفاه ديالهم ثم بعد ذلك تعود إلى حالها، وهكذا يعذبون. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من هؤلاء؟ فقال له هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين خطورة العلم بلا عمل. وأنتم تحفظون الحديث المعروف أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة أو بالعالم بالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام فيلقى في النار فتندلق أكتابه، المصارع دياله والأمعاء تخرج من بطنه، فيدور كما يدور الحمار برحاه. ثم كتعرفوا الحمار لما كيبقى يدور بالرحى، فيدور الإنسان بأمعائه كما يدور الحمار برحاه. فيأتيه أهل النار فيقولون له ما شأنك؟ يعني شنو المشكلة؟ شنو واقع؟ أنا عارفك أنت فقيه وأنت إمام وأنت عالم، أش دخلك معنا النار والعياذ بالله؟ ما شأنك؟ فيقول كنت ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا أمر خطير جدا أحبتي الكرام. ف
فلا بد أن ننتبه. وأول من أنصح نفسي أولا وإخواني أن يعملوا بالعلم، كما ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل، وإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم لا بد له من ضريبة وهي العمل به. ثم قال المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، المسألة الثالثة الدعوة إليه. اختلف الشراح ما المقصود بالدعوة، هل الدعوة هنا الدعوة إلى العمل أو الدعوة إلى العلم؟ والراجح أن المراد بذلك الدعوة إلى العمل بالعلم، لأننا ذكرنا أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يمدح العلم متجردا، لا بد من علم مقرون ومرتبط بعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما في القرآن؟ آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. فدائما القرآن والسنة تمدح الذي يعمل بالعلم. والحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل حديث يعني مهم جدا، خاصة الناس الذين يقيمون في الغرب. يعني الدعوة هذا يعني واحد واجب أو واحد فريضة للأسف غائبة أو منسية عند الكثير للأسف الشديد. تجد الإنسان يعيش في بلد أو في قرية أو في مدينة، مثلا كنت أتكلم عن الناس يعيش في الغرب ولم يعني عاش 20 سنة ولم يسلم على يديه شخص واحد فقط، ترى جمع الأموال وبنى الديور في المغرب وجمع ما شاء الله وفتح لي الله عز وجل في أمور الدنيا الله يبارك لي، لكن لو سألته وشحان واحد سلم على يدي يقول لك يعني لا أحد. فهذا الرجل يعني فرط في واجب الدعوة. وهنا أنبه على مسألة، رأى مخطئ من يظن أن الدعوة إلى الله تحتاج أن تكون عالم أو أن تكون فقيه أو أن تكون حافظا للقرآن الكريم. أبدا أبدا، ما دام الإنسان يعلم وفاهم وعارف الضروريات في الإسلام فواجب عليه الدعوة. رأى ماشي بالضروري لما تدير الدعوة أن تتكلم عن أصول الفقه وعن المصطلح وعن الأمور الفقهية والمسائل الخلافية، لا، الدعوة إلى الله دعوة إلى أصول الدين، إلى معرفة الله عز وجل وإلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين. يكتب النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، يعني لم يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون عالما. يخص تعلم العلم، نحن لا نقول لا تتعلم العلم، نعم الدعوة إلى الله تكون على بصيرة، ولكن لا نتكلم الآن عن الدعوة اللي هي مثلا دعوة الناس إلى الإسلام أو الدخول الإسلام. واش واحد من النصراني بغى تعلمه الإسلام خصك تمشي تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتحفظ المتون؟ لا، ماشي ضروري. قال العلماء بلغوا عني ولو آية، هذا الحديث فيه تكليف وفيه تشريف وفيه تخفيف، تكليف وتشريف وتخفيف. فقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا، هذا تكليف، قد كلفنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغ عنه ولو آية. وقوله عني أي نبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تشريف، هذا شرف لك أن تبلغ عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تحدث الناس عن أخلاقه، أن تحدث الناس عن صفاته وعن خصاله، أن تحدث الناس عن سيرته، أن تحدث الناس عن مواقفه عليه الصلاة والسلام، هذا شرف وأيما شرف. قال العلماء وتخفيف ولو آية. الرسول ما أمركش مش تحفظ المتون وتحفظ القرآن والسنة، قال لك ولو آية، فهذا تكليف وتشريف وتخفيف. فالدعوة إلى الله عز وجل يعني قد ورد في القرآن مدح الدعاة إلى الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي صفة هؤلاء الناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي خلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. وهكذا كانوا الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، تخيلوا كيف كانوا يعيشون قبل الإسلام، كانوا يعيشون في جاهلية جهلة، كانوا يقتلون بعضهم بعضا، وكلكم قرأتم التاريخ الجاهلي، يعني الحروب اللي كانت بين القبائل العربية بين تغلب وبكر، حرب البسوس، كانوا يقاتلون بعضهم بعضا من أجل لا شيء، من أجل ناقة. تخيلوا معي حرب تدوم 40 سنة من أجل ناقة، يحاربون من أجل لا شيء، لم تكن عندهم أي شيء للقيم، كانوا يؤيدون بناتهم، كانوا يشربون الخمور ويزنون إلى آخره. كانت يعني أمة العربية في تلك الفترة كانت يعني في الركب، يعني سقط المتاع. يعني وقتها كانت الإمبراطورية الساسانية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، أما العرب فكانوا يعني ممزقين شذر مذر كما يقال في العربية. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام سنوات قليلة جدا، تخيلوا معي، حولهم إلى دعاة وحولهم
يعني كما يقول أحد الأدباء المعاصرين رحمة الله عليه، صاروا جيلا قرآنيا فريدا. فالصحابة جيل قرآني فريد، لماذا؟ لأنهم حولوا هذا الدين إلى منهج حياة، بل حولوه إلى حياة للحياة. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يعني أن نبذل أوقاتنا وأن نبذل أنفسنا وأموالنا في هذا الجانب بالذات، لأنه جانب مهم جدا. وبالمناسبة نحن إذ نخاطب الناس وأنتم إذ تخاطبوا الناس، لسنا نخاطب ولستم تخاطبون شياطين أو يعني تخاطبون أحجار صلدة، إنما هي نفوس بشرية فيها الخير وفيها الشر، فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الإقبال وفيها الإدبار، وهكذا. فالنفوس البشرية يعني إذا استطعت أن تعرف كيف يعني تستجيش عواطفها وتعرف كيفاش أن الإنسان يعني تستميل إلى الخير، يعني وفقك الله عز وجل. وهذا إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى بالأسلوب الذي يعني أمرنا الله به وكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بالموعظة الحسنة وبالحكمة وبالرفق وباللين. أشنو قال الله عز وجل؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه، وكما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لنا، فنحن نقتدي به ونتأسى به. فنحن مأمورون بأن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة. كما يقول أحد العلماء، الحق مر، على الحق مر، على صعب الناس ما كيقبلوش، يعني الحق صعب جدا أن تتقبله النفس، ولكن نعلقمه بأسلوبنا. الحق ومر، وكتزينتا كتزيدوا بالأسلوب ديالك بالتشدد وبالغلظة وبالفضالة كتخلي الناس كيرفضوا هذا الحق. فلا بد من حكمة، ولا بد من لين، ولا بد من إشفاق على المخاطب. والحكمة كما يقول العلماء، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. هذه الحكمة، أن تفعل ما ينبغي ما أمرت به، لكن في الوقت الذي ينبغي، حتى لا تقع في الخطأ وتقع يعني في سوء التقدير. فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. وأركانها العلم، أركان الحكمة العلم والحلم. والحلم هو الصبر، لابد لك أن تكون حليما في دعوتك إلى الله عز وجل، وإلا يعني لم يعني ما تدوز نهار واحد في الدعوة. الناس اللي مشتغلين في مجال الدعوة إذا ما كانش عندهم الصبر وما كانش عندهم الحلم فلن يستطيعوا أن يعني أن يستمروا في دعوتهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد يعني الصابرين وسيد الحلماء عليه الصلاة والسلام. وأركانها العلم والحلم والأناة، أن يكون الإنسان متأني ما يكونش متسرع. وأضدادها ما كل اللي كيخرج على الحكمة قد الجهل والطيش والعجلة، أن يتعجل الإنسان وأن يكون طائشا متهورا وأن يكون جاهلا. أن تدعو إلى الله عز وجل بجهل، أردو معي لما كان نقول الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى العلم، هذا لا يعني أن يكون لك الحق قد تكلم وتفسر في القرآن وتفسر في السنة وما عندكش العلم وما عندكش الزاد. أنك تتكلم عن الدعوة اللي هو إنسان تقول لها تصلي، دعي الإنسان توريه شنو الإسلام، تجيب له كتاب، تعطيه كتاب مثلا عن الإسلام، يعني الدعوة التي يستطيعها الإنسان. أما أن يتكلم الإنسان في دين الله تعالى وبقى يشرح في القرآن ويشرح في السنة وبقى يدير الدروس والمحاضرات يعني كأنه عالم أو داعية، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن نحذر منه. فعكس يعني معاول هدم الحكمة كما قال العلماء الجهل والطيش ويعني والجهل والطيش والتسرع كما قال العلماء. هذا ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلكم يحفظ الحديث الذي ورد في السنن أن شابا، ونحن نتعلم الدعوة إلى الله أو أسلوب الدعوة إلى الله من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو خير الدعاء وهو خير أستاذ وخير مدرس. أتاه شاب، وكلكم يحفظ الحديث، هو حديث شهير لكن أذكر نفسي وإياكم به. أتاه شاب يسأله عن مسألة، أسأله عن الجهاد أم سأله عن الفقه أو سأله مالا؟ لا، وإنما سأله في الزنا، فطلب منه أن يأذن له بالزنا. فقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تبغى تخيلوا معايا
فقيه ديال الجامع جا عنده واحد السيد قال لي الله يجازيك بخير، ماشي قال لي اذا لي بزنا واش نقدر نزني مثلا، الا ما كان هذا الفقيه حاكم ولا شي حاجه يجري عليه ولا يدبز معه ولا شي حاجه للاسف اغلب الناس. ولكن تاملوا معي كيف تعامل معه النبي عليه الصلاه والسلام. بالمناسبه الصحابه انكروا عليه فقالوا مهما يعني انكروا عليه استشنعوا هذا القول، فقالوا النبي عليه الصلاه والسلام ادنه يعني اقترب مني. ثم بدا يناقشوا عقليا منطقيا، قالوا اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك عليه الصلاه والسلام. قالوا ولا الناس يرضونه لامهاتهم؟ قالوا اترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم؟ اترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك. قال ولا الناس يرضونه لاخواتهم؟ اترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم؟ قالوا اترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك. قال ولا الناس يرضونه لخالتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة على صدره ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. شوف التعامل النبوي الشريف كيف دعا هذا الإنسان وكيف يعني تعامل معه وكيف يعني علمه درسا بأسلوب جميل وكلمة رقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهرا وينبوعا من الحنان عليه الصلاة والسلام. رأى خير واحد نقتدبه في الدعوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، الرفق واللين. كذلك الحديث المعروف ديال الأعرابي، تعرفوا الأعراب البدو كما قال النبي من بدا جفا، اللي عايشين في البادية وعايشين يعني العروبي كما تنقولوا كيكون عندهم بعض الصفات اللي اكتسبوها في البادية، وده شيء طبيعي جدا. فمن صفاتهم يعني الجفاء والغلظة. فأحد الأعراب دخل المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فبال في المسجد. تخيلوا معي واحد دخل الجمع وتبول في المسجد والعياذ بالله، يعني كما قال أحد العلماء يعني راح في داهية كما قال واحد الشيخ مصري للأسف. فتبول فأقبل عليه الصحابة، أقبل يعني ماذا تفعل؟ أرادوا أن يفتكوا به، أرادوا ماذا أن يفتكوا به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. خلوا يكمل، خلوا لا تقطعوا عليه، لا تقطعوا عليه بولته. شوف الأسلوب النبوي، لأنه لو هجموا عليه أبقى يهربوا ويرون كاع الجامع. شوف الحكمة النبوية. فقال لا تقطعوا عليه تأملوا معي المشهد، لا تخيلوا معي، لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه. ثم بعد ذلك لما انتهى من بولته باطمئنان أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذا المسجد أو هذا المكان لا يصلح فيه هذا البول وهذا القدر، وإنما أقيمت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن. لأنه كان الأعرابي يظن أنه يعني ما أظن هذا المكان أو هذا المسجد إلا والصحراء إلا يعني شيء واحد فقط. كان الأعرابي كيتخيل بحال الجامع بحال الزنقة، ما فاهمش، ما عندوش العلم، ما الأرض أو ما الصحراء كما قال والمسجد إلا سيان. فالرسول علمه أن هذه المساجد أقيمت لقراءة القرآن وذكر الله ولا تنفع لهذه الأقدار وهذه الأمور يعني النجاسات. شوف أشنو ده. بعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأعرابي دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالرسول هنا علم واحد يعني الرسول لا يحابي، قالوا لا لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. هذا ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والكلام فيها طويل جدا، لكن يعني كما ذكرت يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب والصبر على الأذى فيه. الإنسان اللي بغيت يتعلم أشنو خصو الصبر، فلا بد من صبر في التعلم. لا ينال هذا العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه، والأثر في صحيح مسلم، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. ومن أراد العمل بالعلم فلا بد له من صبر. يعني لم تستطيع أن تطبق هذا الدين وأن تحوله إلى منهج وإلى واقع إلا بصبر. لا بد أن تحبس نفسك وتمنعها حتى تستطيع أن تعمل بهذا العلم. ولكي تدعو إلى الله عز وجل لا بد من صبر.
فالصبر في جميع الأمور، في العلم وفي العمل وفي الدعوة، الصبر. والصبر في اللغة العربية هو المنع وهو الحبس، هذا في اللغة العربية. يعني كتدخل المعاجم كتلقوا أن الصبر باللغة العربية هو الحبس والمنع. أما في الاصطلاح الشرعي فهو حبس النفس عن التسخط وعن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. هذا هو الصبر في الاصطلاح الشرعي، هو أن تحبس نفسك عن التسخط، أن تتسخط وأن تجزع، وحبس اللسان عن التشكي، كثرة الشكوى. الشكوى للخلق أن تشتكي الله عز وجل للخلق، وأن تحبس جوارحك عن المعاصي. هذا هو الصبر في الاصطلاح الشرعي. والعلماء لما تحدثوا عن الصبر قالوا أن الصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، وصبر أو صبر على المأمور، يقال صبر على المأمور على الأوامر على الطاعات، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة أو صبر على المصائب البلايا. فالإنسان إذا أراد أن يطيع الباري جل وعلا، مثلا استيقظت الفجر وما في ماء بارد، فلا بد أن تصبر على الطاعة، أن تتوضأ بالماء البارد، أن تصبر نفسك عن الطاعة عن المعصية، يعني أن تعلم أن الفحش حرام لكنك تحجم نفسك وتقيدها وتضبطها بقيود الشرع، فاصبر نفسك واحبس نفسك عن المعصية. أما الصبر على الأقدار المؤلمة أو الصبر على البلايا والفتن فينقسم إلى قسمين: هناك يعني أن تصبر على البلايا اللي هي مثلا أمور الدنيا كالمال مثلا، لأن المال فتنة والأولاد، فلا بد أن تصبر في 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 يعني إذا ابتليت بالمال وابتليت بالخير وبالرزق، فيعني صبرك في هذه الأمور يكون بالشكر. أما صبرك في الأمور المؤلمة والمحزنة فيكون بماذا؟ يكون بالصبر كما هو معروف. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالمسائل الأربع، وهذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه، استخرج الإمام من سورة العصر. فسورة العصر كما يقول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. المعنى ديالو ما كيقولش لك أن اللي بغيت تعلم الصلاة سير قرأ سورة العصر، حتى لا يفهم بعض الناس أن أركان الإسلام وأركان الإيمان والتفاصيل الفقه والفروع في هذه السورة، لا، ويتكلم عن القواعد العامة أي قواعد الدين في هذه السورة، لأنها تكلمت عن الأمور التي يصير بها الإنسان مفلحا وناجحا في حياته. إذا أردت أن تنجو من الخسارة، إن الإنسان في خسر، وغادي نعلق على سورة العصر، فلا بد له أن يتصف بهذه الأربع صفات: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. الله هنا في هذه السورة الجليلة يقسم بالعصر. والعصر هناك كلام طويل للعلماء ما المقصود بالعصر، كلام طويل. الراجح أن المراد بالعصر هو الزمان أو الدهر، وهو محل الحوادث، أعمال الناس ويعني حوادث الناس تقع في هذا الزمان. فلأهمية العصر أقسم الله به، والله إذا أقسم بالشيء ليبين أهمية المقسم عليه. هناك كلام آخر للعلماء، هناك من قال أن المقصود بالعصر هي صلاة العصر، هناك من قال المقصود هو وقت العصر، هناك من قال المقصود بالعصر هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من قال أن المقصود بالعصر أي رب العصر، أي ورب العصر. هناك كلام طويل جدا. هناك من قال المقصود بالعصر هو الليل والنهار، لأنه يقال الليل والنهار العصران، كلام طويل جدا. لكن الراجح هو أن المقصود به هو الزمان، فالله أقسم به. وأنتم تعلمون أن الله يحق له ويجوز له أن يقسم بما شاء، فقد أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالنجم، فله أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. أما البشر فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، إذ هناك نهي من حلف بغير الله فقد أشرك، كما ورد عن الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نقسم أو أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى.
فقد أقسم الله بالعصر بأهميته. وإذا وجدت قسم لله عز وجل فاعلم أن الكلام أو الذي سيأتي بعده أمر مهم ينبغي أن تنتبه له وتستمع له. والعصر، وبالمناسبة القسم يؤتى به للتنبيه ولي يعني للتنبيه وكذلك لكي تحفز الإنسان على السماع. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. قال بعض العلماء المقصود بالإنسان هنا أي جميع الناس، جنس الإنسان، الألف واللام في اللغة العربية في الاستغراق أي جميع، الألف واللام الإنسان أي جميع الناس، أي جميع الناس في خسارة، جميع الناس في هلاك، جميع الناس في ضياع. إذا كان هذا هو المراد فكيولي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في اللغة العربية يقولوا باستثناء، هنا استثناء متصل، حيث كاين فرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، وغنفسره بالمثال. إذا قلت مثلا جاء القوم إلا فلانا، فهذا استثناء متصل، حيث المستثنى هنا من جنس المستثنى منه، فلان راه من القوم، جاء القوم إلا فلانا إلا زيدا، زيد راه من القوم يعني من جنس القوم. أما لو قلت جاء القوم إلا حمارا، يعني جاء القوم إلا واحد حمار نساوه، فكيولي هذا استثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، وهذا الشيء عنده علاقة باللي كنت تكلموا عليه. فإذا كان المقصود بالإنسان هنا جميع الناس فكيولي استثناء متصل، إن الناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كيولي يعني استثناء متصل. وهناك كلام آخر للعلماء يقولون المقصود هنا بالإنسان هو الإنسان الكافر، والعصر إن الكافر لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما دخلينش في الإنسان الكافر، فكيولي استثناء منقطع. هذه أمور نحوية يعني ما ماشي ضروري نتكلموا عليها، لكن الشاهد من الكلام أن الباري جل وعلا أقسم بالدهر أن الإنسان لفي خسارة ولا في ضياع وفي هلاك إلا الذين آمنوا، استثنى الذين اتصفوا بصفات أربع، الذين تحلوا بصفات الإيمان، واستثنى كذلك الذين عاملوا الصالحات، وأيضا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين نجوا من الخسارة ومن الضياع. الذين آمنوا، والإيمان فهم شامل، الإيمان هي تلك الكلمة المدوية التي من أجلها خلق الله الخلق، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله كما في حديث جبريل. الإيمان هذه الكلمة التي ليست مجرد كلام يقال، وإنما يعني منهج حياة كما أكرر دائما، هو اعتقاد بالجنان وتصديق وقول باللسان وعمل بالأركان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل أو قول وفعل، هذا هو الإيمان، أن تؤمن بالله حقيقة الإيمان، أن توحده، أن تفرده بالعبادة، أن لا تستغيث إلا بالله، وأن لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن تجعل قلبك متعلقا بالله عز وجل، جوارح ديالك، الأعمال الظاهرة، الأعمال الباطنة، كلها لله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان. أن تؤمن بالملائكة، وبالمناسبة أنا واحد اللطيفة يعني شوف أركان الإيمان يذكرها جبريل أو ذكرها النبي في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. يعني يقول بعض الناس يعني الجن يعني داخلون فيما يتعلق بالإيمان الإجمالي، لماذا لم يرد الله عز وجل الإيمان بالجن فيما يتعلق بأركان الإيمان، مع أنه من كذب بالجن وقرر ما كينش الجن راه يكفر، لأنه رد القرآن الكريم، لأن هناك سورة في القرآن عن الجن، سورة الجن، يعني من أنكر الجن فهو كافر، لأنه رد يعني رد صريح القرآن الكريم. ومع ذلك الله تبارك وتعالى لم يورد الإيمان بالجن في سورة أو في أركان الإيمان. قال العلماء لأن الإيمان بالجن لا يترتب عليه ثمرة في سلوك الإنسان، بخلاف الإيمان بالملائكة
فإذا آمنت بالملائكة استحضرت مراقبتهم لك. الإيمان بالملائكة هناك يعني كتبة يكتبون ما تفعل، وكلهم الله عز وجل تسجيل الأعمال، أعمال الخير وأعمال الصلاح. فهذا يعني يثمر في قلبك ماذا؟ يؤمر في قلبك الصلاح، ويثمر في قلبك ماذا؟ ليقبل على الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالملائكة وغيرها من الأمور ديال الإيمان يترتب عنها أمور في سلوك الإنسان سواء الفرد أو المجتمع. فإلا الذين آمنوا، الذين طبقوا الإيمان بحذافيره وحولوا إلى منهج حياة، وليس كما يظن بعض الناس أن يقولوا الإيمان مجرد كلام. وهنا أتذكر كلمة يرد فيها أحد الدعاة على من يزعم أن الإيمان في القلب، الذين يقولون الإيمان في القلب ثم يفعلوا ما يريد، وهذا فكر إرجائي. يعني المرجئة هذه واحد الفرقة ظهرت في التاريخ الإسلامي، الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان أو أخروه، قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. يعني يقول لك الإيمان هو مجرد كلام، مجرد قول أو اعتقاد، هذا مرجئة. تقول لك الإيمان في القلب ودير اللي بغيتي، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على غفوري. وأفكارهم مازال كاينين الآن في الأمة، ماشي الفرقة كاينة لكن الأفكار كاينة في الناس. تقول مثلا صلي، تقول لك الإيمان في القلب، زكي الإيمان في القلب، دير الحجاب الإيمان في القلب. فيقول أحد الدعاة اسميته الأخ طارق رمضان الحفيد الحسن البنا، قال من يقول أن الإيمان في القلب كمن يقول في يوم الامتحان الأسئلة في المخ ولا يجيب، الأجوبة في المخ ولا يجيب، العلم في الرأس، العلم في الرأس. فمن يقول أن الإيمان في القلب كمن يقول العلم في الرأس ثم لا يجيب، لأن لابد أن تكتب هذا العلم وتجيب، تجيب على الأسئلة. كذلك الإسلام والإيمان خصك تطبقوه، تحولوا إلى منهج حياة واقع عملي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات من أعمال البر والخير. وبالمناسبة قال العلماء وعملوا الصالحات هذا عطف الخاص على العام، لأنك ما ذكرنا الإيمان هو قول وعمل، فعلاش الله ذكر عود تاني وعملوا الصالحات ما دام أن العمل هو داخل في الإيمان؟ قال العلماء لبيان أهمية العمل، يعني العطف عطف الخاص على العام لبيان الأهمية، أهميته، حتى لا يأتي آت ويقول الإيمان هو مجرد قول فقط أو اعتقاد فقط. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، والحق هو ضد الباطل، أن توصي الناس بالحق، أن يقولوا كلمة الحق ولا يخافون في الليل لومة لائم، أن يطبقوا الحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر. والتواصي على وزن تفاعل، يعني هناك واحد تفاعل، تفاعل أن توصي إخوانك وأن تنصحهم وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أن تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بلا منكر. لا كما يظن بعض الناس، يظن أن الأمر بالمعروف هو بالكلمة الغليظة وبأسلوب فظ، يعني كما قال عز وجل يعني يمتن على نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله عز وجل يمتن على نبيه أنه لولا الله عز وجل لما استطاع أن يعني يدعوهم وأن يعني يلين قلوبهم إليه. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يعني متعلق بالمجتمع، لأن شوف الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه مرتبطة بالفرد، إيمان الفرد والعمل مرتبط بالفرد، أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر مرتبط بالمجتمع. فهو يكمل نفسه بالإيمان، يكمل نفسه بالعمل الصالح، ويكمل غيره بالتواصي بالحق، ويكمل غيره بالتواصي بالصبر. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو عفوا الشافعي لو ما أنزل الله حجرا على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ثم يورد الإمام عبد الوهاب رحمة الله عليه كلاما آخر، باب الإيمان قول وعمل، باب الإيمان قول وعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري عنده ما يسمى بالتبويبات الفقهية، يعني كتلقى كيجمع أحاديث كثيرة جدا ثم يعمل عليها تبويب، أو يعني باب كذا، باب العلم قبل القول العام، باب العلم إلى آخره. و
وهذه كتسمى تبويبات البخاري. قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، أو فقه البخاري في تراجمه. إذا بغيت تعرف الفقه ديالو، الفهم ديالو، حيث البخاري ما خلاش شي كتاب في الفقه كما داروا الأئمة الآخرين، وفقط جمع الأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، جمعها في مصنف اللي هو البخاري، لا صحيح البخاري، لكن باش تعرف الفهم ديالو قرأ التراجم باب كذا وكذا، هنا كتفهم يعني الفهم ديال البخاري رحمة الله عليه. فالبخاري لما جاب الآية القرآنية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الاستغفار عمل. لكن الله شنو قال لك في سورة محمد؟ فاعلم، تعلم هو الأول، تعلم شهادة لا إله إلا الله، تعلم معناها، تعلم شروطها، تعلم أركانها، ثم يعني ثم بعد ذلك استغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا مألوه بحق سوى الله سبحانه وتعالى، لهذا هو علم. بعد ذلك استغفر لذنبك، والاستغفار يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالقلب. هذه كلمات وخواطر حول سورة العصر، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله كل خير، ويعني أعتذر على الإطالة، وكما قلت لست عالما أو شيخا، إنما فقط كلمات تعلمناها من مشايخنا، أذكر نفسي وإياكم بها. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله كل خير.